Bonjour, Zulfilawen, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Allahumma salli wa sallim barak ala Sayyidina Muhammad alayhi afdal as-salat wa iska taslim. Mes amis, Rabbi alam shhal rani nhabkoum mushtaqa likoum. Rabbi alam shhal rakoum azaz aliya. On nshkarkoum ala les messages taakoum li baathtou li wa tsaqsou aliya. Wach msbani bta'at min YouTube ma bta'atch wallah dhourouf barak. والوقت ما كانش ما تنسوش بلي انا ثاني ربة بيت عندي ولاد ونخدم يعني ككل ربة بيت مسؤوليات برا وفي الدار الله المستعان وهذا ما كان ميزاني استجابة لطلبكم راح نعملكم هذه السلسلة من الفيديوهات بطريقة تدريبية باش تستفادوا منها غير بمجرد انكم تشاهدوا الفيديوهات للاخر راح تعرفوا كل المعلومات في اي مجال انتما اللي تحبوه راح نعطيكم اليوم مجموعه من المفردات والمصطلحات في تخصصات مختلفه اليوم حسب طلبكم هو ميدان الطب اي لا ميديسين يعني راح نتحدث على الدكتور لوبيتال المستشفى الله يعافيكم يا رب ويشفي جميع مرضانا يا رب بسم الله يلا نبداو على بركه الله صحه La santé, d'accord? En français, pardon pour la barre de thé. La santé. Al-siha dhurk nedkhlou chouya fil qawa'id. Ki nqoulou sihatuna. Notre santé. D'accord? Votre santé. هذوما كاع صفات الملكية دونك نوتر فوتر لور ما سونتي سا سونتي تا سونتي هذوما كاع صفات الملكية داكوغ هذوما كاع صفات الملكية داكوغ عندي فيديو تقدروا تروحوا تشوفوه على صفات الملكية داكوغ ماتاسا ميتيسي مونتونسون نوتر فوتلور نو فولور هادو ما كاع صفات الملكية يعني حاجة اللي نملكوها حنايا سكون بوسد حنايا دونك نكملو نقعدو في الموضوع تاعنا دونك كي نهضرو على نوتر سونتي باغ اكزومبل نوتر سونتي صحتنا داكوغ ربي يعطيهم كاع الصحة ان شاء الله يا ربي دونك هذا هو داكوغ كي نهضرو على صحتنا اون يوتيليز لي ديتيرمينون بوسيسيف تاع الملكيه داكوغ تاعنا صحتنا حنايا صحتهم هما فوالا دونك حنايا لي زامي كي نحبو نكونو الجمله وندي لا سونتي دو مون بير داكوغ شوفوا شويه اسمنا دونك صحه ابي ولا لا سونتي لا سونتي دو مي انفون دونك هذه صحه ابي هذه صحه اولادي داكوغ دونك هذا كلمه مصطلح هذا تاع الصحه راكو قدرتو كونوا به جمل ديروا به جمل مفيد واذا حبيتوا تتعمقوا اكثر بمصطلحات زعما على الدوله عندما نتكلم على وزاره الصحه نقولوا لو مينيستير دو لا سونتي داكوغ وزاره الصحه اسمحوا لي على بالك ويزلق وزارة الصحة لو مينيستير دو لا سونتي وزارة الصحة ومن بعد واش يكون عندي شفنا الصحة وزارة الصحة اللي حبيت نعمق اكثر ومن بعد واش يكون عندي يكون عندنا المستشفى لوبيتال متنساوش لو شابو داكوغ
يعني المستشفى. المستشفى دونك هذا لوبيتال. ديما نقولو جو في ا لوبيتال، جامي نقولو جو في او لوبيتال، جامي جامي، توجور جو في ا لوبيتال، هذا حرف جر، جو في ا لوبيتال. بيان سور il faut avoir un accent. D'accord. Si vous mettez pas cet accent là, ça veut dire c'est le verbe avoir. D'accord. Donc je vais à l'hôpital. Ou le thani tqedrou tqoulou je suis devant l'hôpital, ça veut dire marakouch ldakhl. Ou là à côté, c'est-à-dire vous êtes juste à côté, ghir hdah, marakoumch ldakhl. D'accord. Là je suis à l'hôpital, rakoum ldakhl. Je suis devant l'hôpital, devant non. Non, devant l'hôpital, ça veut dire je suis à côté de l'hôpital, d'accord, ou bien à côté de l'hôpital. Voilà, donc et à l'hôpital, on trouve quoi? On trouve le docteur. C'est le docteur, mais chez le docteur ou le docteur, d'accord, c'est le docteur. Le docteur. Heure. Chez docteur, mais chez haka. Docteur. Non, non, ça c'est faux. D'accord? Je vais voir le docteur. Docteur. D'accord? Voilà où là, le médecin. Pareil, mustalah tani. Médecin. D'accord? Donc je vais voir le docteur. Hawlou tntqouha mliḥ. Le docteur. Ou le jama taha. On accorde برك الا درنا هنا اس هنا يكون اس on accorde d'accord الجمع تاعها هو les docteurs ولا les médecins tout le temps on accorde le pluriel الجمع الا درت هنا مفرد هذا ثاني يكون مفرد اذا كنت هنا جمع كيما des médecins ولا les médecins d'accord يدير الاخر الا قلت juste le médecin ولا un médecin ولا un docteur ما يكونش الاس هذا voilà. Et après, on trouve quoi à l'hôpital? On trouve les infirmiers et les infirmières. D'accord? Les infirmiers et les infirmières. C'est le masculin. D'accord? Et مذكر. وهذا لي انفيرميير جو راجوت ان او باسكو سي دو فيمينان لو او دو فيمينان دونك هذا سي دو فيمينان اي مؤنث دونك لي انفيرميير المفرد تاعو ممرض وهذا ممرضه. On voit rien, super. Mon marreda. D'accord? Mon marreda ou mon marreda. Nous allons nous rejoindre. Donc, nous allons utiliser les mots dans la jumla. Je dois voir le docteur. Je dois voir le docteur. Yajibu en ara tabib. D'accord? Donc, hada le docteur ou là un docteur, d'accord? Ou là un médecin, pareil. Adouan moufaradet, docteur ou médecin. Hada wesh ma'natu. Le docteur. Je vais voir le docteur hna le wa mu'arrafa. Ça veut dire راح نشوف un médecin معروف عندنا معروف ماشي n'importe quel médecin je sais quel médecin et هنا تكون nakira que j'ai écrit naira nakira ici je sais pas quel médecin n'importe quel médecin un médecin d'accord donc هنا نتكلم على دكتور معين نعرفه هنا نتكلم على
دكتور هذا هو الفرق بيناتهم. هنا دكتور معرف معروف معين، وهنا نيمبورت كال دكتور اي نكره. داكوغ، هذه ادوات. شفتوا واش معناتهم؟ واش كاين الفرق بيناتهم؟ الي انكور اون اوتر اكزومبل على الممرضات، لي زانفيرمي ولا لي زانفيرميير. دونك ندي دو يا با سي لوميير نو. دونك les infirmières travaillent هنا ال تاعي نكتبوها كسمحوا لي. اوبس اوبس، هاكم على بالكم. les infirmières travaillent à l'hôpital سمحوا لي الخط ماشي مليح، راني نكتب الوقفه باش نشوف واش راني نكتب، باش نشوف الا يدخل في اطار تاع الاخر. داكور، دونك لي زانفيرميير طراباي تاع لوبيتال. دونك الممرضات تشتغل ولا تعمل في المستشفى، غير شفناه ديجا المستشفى لوبيتال. لي زانفيرميير الممرضات طراباي تعمل في المستشفى. دونك بوركوا يا او ان تي؟ باش نعوض، الا نعوض لي زانفيرميير في دير ال او بلوريال كاينه اس. Donc, il y a ENT parce qu'ils sont plusieurs. Ou là, les infirmiers, si j'enlève ça, et où les, j'enlève l'accent, et où les infirmiers, d'accord, travaillent à l'hôpital, si j'enlève les infirmiers, il y a il au pluriel, donc, ça reste ENT, c'est pareil, d'accord, les infirmiers. Bon, voilà en ce qui concerne déjà la conjugaison. ولي نسى ما درش جيم، ديروا من فضلكم باش يطلع شويه هذا الفيديو ويشوفوه الاكثريه من الناس، كوم ساي سرا فيزيبل. داكور سيل و بلي. بون اون وا بورسويفر دون نوتر لوسون. هاد المصطلحات كاع حبيتكم تتعلموهم وتحفظوهم بار كور، سيل و بلي بار كور. داكور، دركا وصلنا للمرضى. داكور، المرضى واسمهم سي لي باسيون. الو، هذا الخطا توقعوا فيه بزاف من الناس في البلاد، يقولوا رحت للطبيب لقيت عنده بزاف لي كليون. هذا خطا، سو سون با دي كليون، ماهمش زبائن، سي دي باسيون، مرضى. داكور، دونك لي باسيون ولا المريض، ربي يشفيه، لو باسيون ونولاف لو اس. داكور، راح ننزع لو اس، هذا علامة الجمع. داكور، هنا جمع، هنا راهو مفرد. داكور، دونك المرضى سي لي باسيون. من فضلكم، سو نو سون با دي كليون، سو سون دي باسيون. داكوغ، يقولوا المرضى هما لي باسيون، يعني خطا كون تروح للطبيب تقول لقيت عنده بزاف لي كليون. نو، سو سون با دي كليون، سو سون دي باسيون. داكوغ، مرضى. سي اون رومارك تري تري امبورطون، بزاف الناس في البلاد يوقعوا فيها. داكوغ، جيسبيغ كو نتوما ما توقعوش في هذا الخطا. من بعد كي يروحوا للصيدليه ثم يرجعوا المريض لو باسيون، كي يروح للصيدليه ثم يولي زبون، ثم يرجع كليون. داكور، بصح كي يكون عند الطبيب سي ان باسيون. داكور، سي لي باسيون، سي ان باسيون، ومن بعد يرجع زبون. دوك نفهم لكم. ميتنو اون فا باسي المريض لو مالاد. دونك لو مالاد هو نو المريض. داكور، يوضع في جملة نقولو إل إي مالاد، إنه مريض. إلي مالاد، إنه مريض، ولا إل سوفخ، قولو إل سوفخ، ولا إلي سوفخون. داكوغ، إل سوفخ ولا إلي سوفخون، هذه نقولوها تفاصون بالعامية، راهو يسوفري من الحمى. داكوغ، وكي نحكي على المرض وندي لا مالادي. داكوغ،
الله يعافيكم ويشفي جميع مرضانا. دونك لا مالادي المرض ان شاء الله ديروا لا ديفيرونس داكوغ. دونك المريض هو لو مالاد، لا مالادي هو المرض او الداء، المرض او الداء داكوغ. فوالا دونك لا اون بو دير اوسي il est fatigué. Si c'est une fille, on rajoute un e du féminin. تأنيث كما تأنيث مريض مريضة دونك هذه تأنيث داكوغ. دونك سي سي دو فيمينان الا طفلة راهي تهضر سي سي اون في كي بارل ادوا راجوتي ان اوتر او داكوغ سي بور سا اون مي اونتر دو بارونتيز. دونك فاتيغي اي تعبان تعبان او تعبانة داكوغ او تعبانة. C'est bon jusque-là, j'espère que tout va bien. Dork nadro la dawa, le médicament. A tout de suite, nous allons vous dire. Donc, dork nadro la dawa, yani les médicaments. D'accord, dawa, les médicaments. Tout le temps, il faut accorder le pluriel. Les médicaments, le jam, le médicament sans s, les médicaments sans s. Sinon, les médicaments, what the way. Ou le wasfa li ktb halak docteur hadi lwarqa ou smaha l'ordonnance. Fhamto l'ordonnance. Tu tktb haka. L'ordonnance, hiya lwasfa. يعني هذيك الورقة ويبا بريسكريغ الميديكامون. دونك الميديكامون هو الدواء، لوردونونس هي الوصفة. هذيك الورقة وين يكتب لك فيه أسماء الدواء باش تروح للصيدلية تشريها. داكوغ. وبهذه لوردونونس وين ندوها باش نشرو دواء نروحو لافارماسي. دونك اون فا ا لافارماسي اللي هي الصيدلية. À la pharmacie. D'accord. برك ملاحظة صغيرة ما تنساوش pharmacie تكتب avec ph qui fait le son le ph il fait le son f. D'accord. Donc la pharmacie. حبيتو راح يعطيكم جملة. j'ai acheté les médicaments à la pharmacie. d'accord. اشتري دواء من الصيدلية. اشتريت الدواء من الصيدلية. مثال deuxième exemple. je veux acheter les médicaments à de la pharmacie ou la pharmacie. d'accord. اريد شراء الدواء هنا الصيدلية. من بعد واش نديرو في لافارماسي بعد ما جبنا الدواء؟ جو باي لي ميديكامون. دونك سوبر فو با يكريغ جو باي جو باي لي ميديكامون. D'accord, je paye Edfa Femen ou là je paye le prix. D'accord, je paye le prix. Voilà, donc je paye le prix Edfa Femen ou là je paye la facture. Je paye la facture. Au restaurant, on paye l'addition. D'accord, Al-Mohim. الفاتورة. لا فاكتور هي الفاتورة. داكوغ. دونك جو باي ادفع. جو باي لو بري ادفع الثمن. بور لا فيديو بروشين اون فا فوار كيفاش يقولوا استشارة طبية، كيفاش ناخذ مواعيد من عند الطبيب، طبيب عام وطبيب خاص. اون فا فيغ اوسي تحاليل طبية كيفاش يقولوا لهم اون فرونسي. سينون حبست هنا باش ما تجيكمش الفيديو بزاف كبير. داكوغ.
كتبوا لي نتوما في التعليق واش من التخصصات اللي نتوما راكم حابين ندير لكم عليها فيديوهات مثل هذا المجال، من كلمة واحدة، من كلمة، مصطلح واحد، تعلمنا عدة مصطلحات. هذه الفيديوهات ربي اللي عالم كيفاش راني نتابع عليهم، امنيتي فعلا انكم تستفادوا منها. قناتي كلها فيديوهات مجانية، دونك الغرض منها هو انكم تستفادوا من دروس، تستفادوا من هذه الدروس لكي تتفادوا الدروس المكلفة ولتحسين مستواكم في اللغة الفرنسية والقدرة على الفهم والتواصل بشكل جيد. Donc les amis, j'espère pouvoir vous aider à améliorer votre niveau et être capable de bien comprendre et exprimer et communiquer en français. Salam.